كنطلبوا انا بعدا شخصيا كنطلب من الناس كاملين تفهم وتحس حنا راه ماشي حلقين جينا من الفضاء وغنحطوا على واحد الانسان الباطل وغادي نعيشوا عليه تحت في العالم. انا واحد الشابه اللي في العشرينات من العمر ديالي وليت كنحس براسي عندي 70 عام. انا الميكرو دابا ما قدرتش نشدو في يدي لان راه تعذبنا بزاف فوق القياس. كيف ما تعرضنا ليه في هذاك المكتب؟ كيف ما تستغلينا في هذاك المكتب؟ كيف ما تستغلينا داخل القاعات ديال المحاكمة من سب وشتم وقلة آداب وقلة احترام و هادشي راه بزاف. حالتنا النفسية كنتمنى ومن المغاربة كاملين ومن العالم كامل يحس بينا. أنا كأم ما بقيتش قادرة نعيش في داري، مبقيتش قادرة نستحمل الحياة. كانوا عندي ثلاثة المحاولات ديال الانتحار، ماشي غير جيت من السما وبغيت نتبلى وبغيت نحماق وبغيت نموت وبغيت. كلكم مغاربة وحتى شي واحد فيكم مغيربة هادشي لختو ولا لبنتو. وأنا متأكدة ولو صحافي منكم ولا صحافية منكم تشوف غير بنتها تابعها واحد في الزنقة ما غتقبلهاش وما غتقدرش تهضر قدام الناس. حنا اليوم جينا نهضروا ماشي هكاك، هادشي بغينا نحيدوه، هاد الطابو بغينا نكسروه، بغينا كلشي يهضر. اي واحد اي بنت تعرضت للاستغلال تهضر. انا عندي اب، عندي ام، عندي عائله، عندي خوالي، عندي عمامي، عندي خوتي، عندي ولادي. هادشي راه كيعذب بزاف. هاد الدولة اللي كتقولوا حنا مدفوعات من طرف الدولة، هاد الدولة ما لقيتهاش تشري حتى الدواء. أنا اليوم منين كنمشي للسبيطار ونوقف نشد النوطة كيعطيو رونديفو ديال 3 شهور، سيري تموتي. فينا هي هاد الدولة أنا اللي دافعاني؟ ولا كنت مدفوعة من طرف الدولة تعالجني تشري لي الدواء؟ أنا اليوم ما قادرش نخدم، ما قادرش نلقى خدمة، ما قادرش نعاود نمشي نخدم مازال. فين هي هاد الدولة تخدمني؟ على الأقل، على الأقل أضعف الإيمان. أنا اليوم ما بقيتش قادرة نمشي في الزنقة. أنا اليوم ما كنقدرش ندخل الإدارة ونقول الاسم ديالي. فين هي هاد الدولة هادي تحميني؟ أنا غنهضر وما غنسكتش، واللي بغى يقول مدفوعة من طرف الدولة يقولها، واللي بغى يقول عصابة يقولها. هذاك السيد مجرم وخاصو ينال العقاب ديالو، وإلا ما خداش العقاب ديالو ولو نعرف نعطيه ليه بيدي. كفى. أولا شكرا للدفاع ديالي اللي ساندني من بداية القضية وآمن بها. شكرا للحضور الكريم كامل، للصحفيين ومنابر اعلاميه اللي وقفت معها ماشي غير دعمتنا حنا. جونس اول مره غادي تشوفوني، اول مره غادي نهضر معكم. اليوم قررت انني نهضر معكم لسبب واحد، انني امراه والمراه جزء من المجتمع، يعني المراه جزء من المجتمع، تقدر تكون اختكم، بنتكم، الوالده ديالكم. انا اليوم قررت نهضر معكم باش هادشي ما يتعاودش. هادشي اللي وقع ليا وقع للبنات كاملين اللي كيتعرضوا لاعتداءات جنسيه واستغلال جنسي، خاصه في مقر العمل ديالهم، و جوست حيت السيد اللي خدامين عنده سلطه عليهم وخدمهم وعنده الحق، كيعتبر راسه انه عنده الحق حيت كيعطيهم صالير ومخدمهم في واحد البوست انه ينتهك الحرمه ديالهم ويستغلهم جنسيا ويستنزف الجسد ديالهم والروح ديالهم. المشكل عندنا في هذا المجتمع ان ملي كتكون المراه داخله في اعتداء جنسي او تعرضت لاعتداء جنسي ما كيرحمهاش، يعني دائما المراه كتلام، سواء كان اغتصبتي او استغليتي دائما المراه ملام. لهذا الدور ديالنا حنا في هذا المجتمع كضحايا ناجيات، الا كندوي على الوضع ديالي انا كضحيه ناجيه، انني انا نعاون الناس اخرين يهضروا، ان الناس اخرين ونكسروا الطابو كاملين وما نخليوش المكاتب المسدوده يعني من المديره. والحمد لله بحكم احتكاكنا بهم نشهد لهم بالطيبه وبالكفاءه العاليه رغم كل ما يقال عنهم،
باش نقول لكم فيما يتعلق هذا الملف الى بغينا نرجعوا شويه للوراء. هذا الملف من البدايه اريد له ان يكون يعني القضيه لم تكن قضيه قانون بقدر ما كانت معركه اعلاميه، لان الجاني منذ البدايه ضربها بنكرة ولجأ الى الحرب الاعلاميه خاصه وبدايه للضحايا في محاوله بائسه يائسه للتاثير عليهن قصد التراجع. انتم كاعلاميين عارفين ان المراه اذا تم التشهير بها وكانت شخصيتها يعني شيئا ما ضعيفه فهي اكيد غادي تراجع ولا تنازل، ربما نجح هذا الامر مع البعض، لكن بقات واحد الفئه متشبته بالدفاع عن حقها، هذه الفئه اللي تمت شيطنتها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومورست ضدهن كل اساليب التشهير، كل اساليب السب والقذف، وتم الكذب عليهن وتم سحلهن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى قنوات يوتيوب، وساهم في ذلك للاسف البعض من الزملاء والبعض من الصحافه. لكن الجهه التي كانت لهذه الضحايا كل صنوف العذاب هي المؤسسه الاعلاميه للمتهم المدان وادرعها وكتيبه او كتائب لا ندري يعني دوافعها التي يعني شيطنت هذه المشتكيات. هذا المتهم المدان حاطت به مجموعه هي معروفه وللاسف نجدها دائما في ملفات معينه تنتقي الملفات التي يعني تدافع فيها، تنتقي الملفات التي من ورائها دسم، وأقول هذا وسبقا قلت هذا في عدة مقالات، قلت أن هؤلاء أو هاد أدعياء النضال يعني ينتقون بعناية الملفات التي يدافعون عنها، ملفات تكال فيها المواقف بالبترودولار، أقول هذا وأتحمل مسؤولية ما أقول بحكم يعني هذا الملف علمني أشياء كثيرة، علمني متى يمكن أن يلتقي أقصى اليمين مع أقصى الشمال، علمني كيف يمكن أن يكون يساري يدافع على إسلامي قاتل، فهمت اللعبة وفهمت كيف يمكن أن يبيع المرء أي شيء، أن يبيع سمعة النساء، أن يتسلق فوق آلامهم، أن يذبحهن دون رحمة، يعني شيء إذا يحقق مصلحة مادية أو شخصية أو يصفي حسابا مع جهة ما وما يسمونه بالمخزن. من لديه حساب مع جهة ما فليبتعد عن جراح الضحايا في هذا الملف. من يريد امتيازا ما فليبتعد عن آلام الضحايا في هذا الملف. من يريد مكسبا ما فليبتعد عن جراحنا، فقد طفح